مرحبا بكم، صحة شربتكم، محلاها سهريه رمضان ومحلاها كي تعدوها معايا وتسمعوا حكايات نشيد برشا من اللي متابعية. نشكرهم وان شاء الله تتبعوني عشان يوتيوب نتاعي، وكل ما تطلبوني انا تحت الطلب نحكي لكم حكاية. اليوم حكيتي باش نحكيها لكم على السلوم والبياض. بكري عام 80 محسوبة كيك في الثمانينات، حسيت مشيت نقرا في الجامعة، أنا هي الأخرى في العائلة، أمي قد وحدها هي وبابا، جاب لهم خويا مرأة تعاون فيهم. المرأة هذه عندها وليد هكا صغير معاها، تحط فيه في الروضة وتجي تعاون أمها، لكن هي عندها شوية كي مرض تاع أعصاب كي مش برشا، تاخذ في تريتمون هي نتاعها. عاد المرأة ذيكا مرات تمشي بريقلة بالقدا، مرات كل مرة تطلع لها. خويا موصي أمه يقول لها الباب البراني ديما حطي عليه حجرة، مش كان هكا ولا هكا سبق. أي سيدي، نهار من نهارات جينا البياض، البياض هذي جينا في الصيف، وما صدق الرب يجبني هكا البياض، خاطر فما برشا عروسات وناس ليهية برا. يا سيدي البياض هذيك عنا وسط الدار نتاعنا، طلع بسلومي بيض. خويا عيتها قال لها يا تركي نوصيك، هاهو البياض هو يبيض، وانتي شوف تلقيش بقعة ناقصة ولا حاجة قولي له. قالت له تهن تهن. تركيا تخدم شوي في الكوجينة تقضي قضية وتجيه تجري، هاك خليت الحرف هذاك، هاك ومن غادي خليته فارغ، هاك ما عودتهاش من هنا. قالوا شنية هذي اللي جايبينه، شنية هالمرة هذي، وهي خشينة كي مسكينة ما يبك الدوايات، وهو هك هك. يا سيدي تقعد تقعد وتخرج تخرج تعملوا هك ما بين يديه هك بيديه، اسمع اخدم بالكديه موصي فيك. جي خويا الراجل ما قيلش ليه توتافي، اما خويا يسأل فيه يا تركي قمتي بالواجب؟ قالت له وي اي هاني من بكري وني نراقب فيه راني. خويا يشوف فيها كيفاه تجي تقف هكايا وتقول كيخ 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 بالضحك، عيطها كي واحد هيش هيش تركي هيش، وش بكي تضحكي تركي قولي لي. قلت له تعرف ني قاعده نخزر له كي وطلعت لي هكا في مخي وكان نجمت به السلوم. تجبدي بيه السلوم، خويا ضحك هكي ما حبش يقولها حتى شيء. هيا سيدي راجعت، هي دخلت الكوجينة وراجعت، قال لها يا تركي وش قولك نجبدنا وياك بيه السلوم نطيحوه. الراجل يسمع في خويا يسمع في الحكي ويهبط من فوق السلوم يجري. وخلى السطل نتاع البياض وخلى الفوشة وخلى الدنيا الكل وهرب. يقول لك تركيا مش تجبد بيا السلوم، هي ام الدار. تركيا بقت معانا مدة وهزت ولدها ومشت،
وإن شاء الله ربي إن شاء الله في الجنة تركي. الراجل هذاك اللي بيض لنا زيد كيف كيف إن شاء الله في الجنة. هذوما حكايات من حكايات الحارة في دارنا. إن شاء الله نواصل ونحكي لكم حكايات أخرى. تصبحوا على خير.